حياكم الله معنا في الحلقة الثالثة من لعبة فوتبول ريفري انت الحكم. راح نكمل معاكم السلسلة هذه من اللعبة اللي ببلاش. ايش فيكم يا شباب؟ متحمسين. مثل ما ذكرنا بالحلقات السابقة هذه اللعبة ببلاش، تقدر تلعبها عن طريق البراوزر مالك المتصفح، بس تدخل على اللينك الموجود في الشاشة. معاكم حسن محمد محميد ومن فريق اكسترافا جيمنج وعبد الله الحسن اي كي بيكلز. اهلا وسهلا. واكسترافا فيفا عبد العزيز السدره كوني جوا الخبره التحكيميه خبره يابانيه. نكمل اليوم الحلقه الثالثه ليفل 3 وخلينا نشوف الصعوبه زادت. شوف انا ما عندي مشكله اخسر، بس هالمره لا يصير الجلتش الخايس هذا اللي لحد الحين جيمين 8 من 10 8 من 10 زين. لا لا انا غزي هذا اللي ما يطلع شيء الحين. يلا روح تريفيا جيم انستد الحين. معلومات عامه معلومات عامه. يلا والله شكلها اصعب. هنشوف. اقول لك الكره تقدر تلعب الجول كيك الحين والكره داخل مربع ولا اي؟ لانه هو يعتمد على 6 يارد. لحظه ما يقدر يلعب. ليش؟ لان وين اللي بيشوت الكره حبيبي؟ الكره مكانها صح ولا لا؟ اي يلا كمل اللي بعده. بس عنده وجهه نظر. يا عمي زين شوف السؤال الثاني. يقول لك الحين اللاعب وين لازم يوقف عن الكره؟ تسعة وربع تسعة وخمستاعش ياردة، تسعة وخمستاعش متر، تسعة ونص بالملعب. كنا ياخذون باليارد ما ياخذون بالمتر أو باليارد. أوكي يمكن مو باليارد يمكن بالبورد خطوة. يمشي لك الحبيب. إيه هذا وين سويناه؟ إيش كذا سبع خطوات أنت عرب. تسوي نفسنا ولا تنجز وتحسب خطوات ولا؟ أنا لا خطوتي يحسبونها الخطوة هي ما عبود على ريلا يحبي لازم عرف. الخطوة ما تيحتمون خطوتين. يلا نقى وأنا أقول. أنا أقول يارد تسع. يا جماعة خروح مع المتر. لا لا لا. أيوة. يارد يأخذون. ما كل شوف أنا أقول لك متر زين ويارد واحد صح؟ زين. فهم يعني بيصيدونا إحنا نصقعهم باليارد. شيم حبيبي نسبتك بالامتحانات؟ 74. هذا اللوجيك مالك. أنت شوف تحسب على أي مادة تبي؟ هو بالملعب يحسبون. الحبيب. يارد. إذا. صح. ها الملعب يارد. عندكم فيزياء؟ لا انا ادبي ما حد فيزياء. لا اوكي ايه. شوف هو يعتمد يعني قال ناخذ رايه وما شوف يعتمد اذا كان المتر ايه يارد حلو زين. مو في هذا السلم مالكم؟ ايه لما الحي هذا شنو السلم مال اوكي انا نسيت اصلا. حط يارد خلص له. ها اصبر اصبر لا مو عم الجمهور زين. انت جيك قوي الجمهور. لا شوف شعر بكشه اهم شيء انه متكرر كم مره زين. يعني احنا بتروح المسبح افسخ الجوتي. اي مسبح؟ ها عجاز حبيبي هالحاله هذه. اصبر شوهم يلكر بس شوهم بس ورياه وردها. اي ليش واحد مستانس يعني ما ايش اسمه اي اذا لحظه انا عندي سؤال. اذا قول انتهت المباراه اي عادي يحصل اصفر عنده عند ليمن يطلع من برا الملعب. اذا طلع برا الملعب عادي يصير يلحق البص. لا عادي نفس فيفا قبل يركب ورا ارد على هذا نعمه. الحين نفس مشكله الفري كيك. اي زين تبي تحسب وين يوقف اللاعب؟ شوف ها تعال يرد متر يرد متر صادق الحين عرفت؟ صدق؟ سنتيمتر زين. لحظة شنو ماكو سنتيمتر؟ لحظة انا شوف هو الحين ابي المسافة من العلم لخط الكورنر هذا ايه كم؟ ايش درى؟ هو خبرة حط مسطرة وعد ترى هذا يلعب ما قاعد يقيس ما ادري. شنو وجهة نظري؟ شوف يعتمد على شيء واحد يعتمد على الكم بلم. اوكي خليك من هذا. انا شنو وجهه نظري انه هني حاط الخط من خط الكورنر مو من العلم. زين فاتوقع مو متاكد انه هي 10 من العلم. اوكي فاذا من خط العلم يمكن 9.1. انا اقول خذينا انا اتوقع علمي صح يا عمي زين. المهم انا اتوقع نفس الحاله التحكيميه الحيطه يعني 9 وربع هني 9 وربع شوي تساوي ربع. شوف انا اقول لك شو تسوي نحذر. لا يا ابوي اسهل شيء حط 9 وربع خلص 9 وربع زين. لا الحكم عنده 5 ثواني حط 9 وربع احنا شو قعدنا نص ساعه احنا قاعد نسولف. يلا اوكي
كم ثانية عشان يلعب الكرة؟ والله تصدق هذه بالفيفا بالفيفا هذا ثاني انا اشوف ستة يبدا كل مرة بدل ستة ثاني ستة وتمر نص ساعة اي عادي مو ثانيتين ما يعطيني ذا شنو ثانيتين؟ العب قاعد يدخن هذا طرد هذا سواها زيدان اليورنج فيفا فريندلي ماتش بلاير جوز اوت اوف فيلد سموك سيجرت وات ود يو دو طرده تطرده كرت اصفر تعطي طاف قاريم خلنا نعطيتي ولا تحذره مو شايل قاعد صح؟ بلا طرده طرده انا اقول نطرده انا شي حتى انا تنرفز منه طرده لا يا جماعه شو صدقكم انت شو تنرفزني شو قاعد يدخن انا ما ادخن احترم اللاعبين احترم الجمهور احترم المكان انت فيه طرده كوشن لايك يا بوس كيف شوف انا لو انا اطرده بس اذا تبي شنو المفروض يسوي يمكن يا اصفر يا اصفر اي ممكن اصفر ايش رايك قاعد تخيلها تصير صدق اللي ذكر السيجاره توقع اصفر اصفر ها انت شو تبي تبي طرد ما ردك انا ابي انا لو انا اطرده لو انا حق اطرده 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 اهو عشان يكون حكم عشان يكون حكم صدق والجمهور اللي وراه طرده طرده هذا اللي بيودرنا طرده هذا اللي بيفضحنا لا بس قلت المفروض صارت سواها سوارز هذه سواها تعلق سواها صار صار طقها بيده لا لا ها طقها بيده تعلق بالعارضه ايه؟ زين ومنع الكره من الدش عادي ما فيها شيء ما فيها شيء سواها كابتن ماجد كابتن رابع شنو شات ايام كابتن ماجد هذيل التوأم رابع شات الخيارة تقول لك ان هذا اللي سواه ليجل عادي ليجل عادي زين يمكن مو ليجل تحذره بلنتي لعبتك اسمها كمل 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 بلنتي بتعطي اصفر لا 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 ليجل ليجل ضربة حرة غير مباشرة واصفر ليجل انا اقول ما في نوثينج يعني اي كمل عادي يمسك العرض ويطمر اي عادي شنو كابتن ماجد كذا توأم تقوم العرض يقبلون يقولها خليك من كابتن ماجد كابتن ماجد المفروض المفروض الشوط 75 دقيقة اي كابتن ماجد ثلاث ساعات اسبوع كامل الشوط واحد خلاص انت شايف يا انا اقول كمل كابتن كمل كمل لعب كمل لعب لا لا هذه بعدين اي هذه دو نوثينج انزين سؤال العقبه ليش اصفر ما يصير شنو خطوط صفر فري جيم انسبكشن شيكوا على الخطوط انزين لقوا ان صابغينهم اصفر اصفر ذير لاكي كلر ذير لاكي كلر اه ما يصير يعني ما يمنع انا اقول امنع شنو نظام بين ارضك وجمهورك غلط هذا مو على كيفكم هذه قاعد تلعب بفسيولوجيه اللاعب ما يصير اي حلوه صح جبت بس لعبه نفسيه يعني تحب الفسيولوجيه انت يعني ما مره تسوي فسيولوجيه باليوم اوه وايد ها ثلاث اربع المهم لا تكمل ليش الا ودك اول قصص قصص كلام في سيولوجيتكم أربعة من عشرة خلينا نشوف الأخطاء فري كيكس الفري كيكس مسافة تسعة وربع متر متر مو بليارد بولينج قطتك على قطتك نقصنا الكورنر نفس الشيء أنت زعل تجيس معنا تسعة وربع بس كانت هذه صح شو صح خلينا نشوف الزقاير smoking consider unsupporting unsporting behavior should have chosen هذا اللي قلناه بس بس طردنا لأن المهم من كرهي له denying a goal هذا unsporting behavior ليش show him yellow card كيف مريال ليش athletic fit ليش ما فيها شيء والله كلم الفيفا أنا شكله عرفت بس والله طلع صح الخط أنت دايما شنو مصيبة إن ما نقدر ندش على الليفل العقبة فضحتونا لازم يبسنا لا يعني شنو تحت السلسله لا راح نلعبها مره ثانيه ان شاء الله بس احنا ما ندري لا نصلح اغلاطنا اي بس عشان نوصل حق الليفل ورا اوكي 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 جيد اذا عجبكم العبط اللي صار بالفيديو لا تحرمونا من اللايكات والسبسكرايب وسووا شير حق فيديوهات القناه دقمه مني دقمه مني ما ادري عاد المهم نبي المهم في شير بس انا عندي صراحه راح اكلم فيفا لان قوانينهم بايخه رادين عليك كلمهم وقول لي ايش تسوي خلاص انطر ريحه اقول لهم كان معكم حسن محمد محميدو من سلسله انت الحكم انت اي خلاص ما كان فاشلين انا معكم انت قاعد تشاورنا ما قاعد تتخذ قرارات كان معي عبد الله الحسن اي كي بيكلز وعبد العزيز السدره ونشوفكم بالحلقه الجايه وليفل اعلى واصعب ان شاء الله ما نخنبق
مع السلامه. بيس.